قصة وتثمر جنتلها معاجته فرق اسلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي تبلغ كل الافاقي جنتلها يا جنتل انت صاحب الغالي عند منزلك عالي عيش المر والحالي جنتلها مع جنتل وخوتنا فزعتنا وطيحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنتلها مع أسعد الله مساكم بكل خير. اشتقت لكم جدا، واليوم في عندنا حلقة مميزة جدا راح يكون فيها محورين أنا وأنتم نحبهم جدا أيضا، الأمور البرايفت والأشياء الشخصية، خصوصا عن الشخص اللي يكون ضيف معنا. ترى هذه أمور ما هي بالبساطة تطلع، لكن أحيانا لمحبتكم وتقديركم نحاول جاهدين إن نعرفكم على شخصية الجميل اللي نورنا اليوم وآنسنا اليوم وضاف علينا بمحبته وبمحبة جمهوره بتقديره في صوته الشادي في ضحكه في وناسته في أمور كثيرة في واقعيته طقطقته اللي مرات ما لها داعي، لكن خلونا نقول مرحبا ومزهلا ويلا حية الله يبقيك النجم المنشد خالد الدوسري. يلا حيا. الله يبقيك يا حبيبي. مرحبا ومسهلا يا خالد. الله يطول لي في عمرك. كيف الحال؟ الله يرضى عليك. طيب. بخير اجلك بخير. نورت المكان يا طويل. نور بهلا. ايش فيك خالد؟ كذا على طول ايش فيك في البدايه؟ ايش فيك؟ احس انك متوتر وكذا، ايش فيك؟ ما والله ما فيني لطف. هذا مكانك. نعم. ثلاث شهور قضيت في هذا المكان. جاي ترجع الماضي. يعني انا مو قصة اني بس ارجع الماضي، لكن احس انك متوتر. ثلاث شهور وانت تخمل الكاميرا؟ بالعكس ثلاثة شهور وأنا طامر هنا طيب. هنا هنا بس هل السبيس الفراغ اللي صار ما بين ثلاثة شهور والفترة هذه اللي جيت فيها اليوم يعني ممكن أثر عليك؟ لا لا بس يكون فرق متسابق وتكون الحين زميل فهمت؟ الله احنا نعتبر أوكي شوية جميل جميل يا خالد أوكي طيب إيش رأيك تقرب مني شوي؟ أبشر بسعد علشان أعرف أخذ وأعطي معك في الأسئلة الجميلة أبشر في مفاجآت اليوم ترى لك يا خالد تدري؟ والله يستر لا إن شاء الله لأن الأمور طيبة وهذا كلام جمهورك طبعاً الجمهور العزيز بيشاركنا اليوم في هاشتاج البرنامج 68 شاركوا على هاشتاج البرنامج جنتل 68 في أسئلتكم وأي محور حابين أن نتحدث فيه مع الجميل جداً خالد الدوسري الله يسعدك خالد كيف حالك؟ والله ابشرك بخير طيب الحمد لله ريح امورك طيب والله مريح وعلى ما تحب ابد زين اي والله طيب كنترول جهز التقرير اللي معانا عن خالد طيب خلونا نشوف انا وياكم التقرير اللي عن خالد الدوسري على الشاشه سري فنون الرد عندك مدرسه نتابعكم من اول ونتعلم وتلاميذكم يعني والاستاذ جالس يعطيني انت حساس حساس واتقي شر من احسنت اليه لازم تكمل انا فخور وسعيد أنا سعود وفخير فنون الرد والله مدرسة يا خالد الله يرحم والديك سمعني شيء يا خالد أصلح جميل تتحول هذه طال عمرك لا 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 لازم أعطيك شيء يليق الوقفة هذه ما أعطي أي شيء أعطوني الأخضر يا شباب مبروك يا خالد حبيبي يا حبيبي كتبت اسمك على صوتي اللي كان يدار على هذا المسرح وعلى خشبة هذا المسرح بدينا بجائزة ممثل سكريبت احتراما لهذا المسرح خالد الدوسري
كومنت يا خالد على التقرير؟ والله شيء جميل صراحة، فيها بداية وفيها حياة في الوسط، يا سلام عليك، وفيها نهاية، والنهاية كانت جميلة الأمانة. أفضل شيء في التقرير هذا أنه كانت النهاية. الله يرضى عليك. والله لا يضيع تعب المسلم صراحة. اللهم آمين. أيوة والله أنت مبدع وتستاهل والله. الله يسعدك. الله يسعدك خالد. حدثنا عن بداياتك في الإنشاد، أنت دخلت البرنامج كمنشد. حلو. النسخة اللي قبل الثلة الجميلة المتواجدة في برنامج جنتل الآن اللي هي نسخة سكريبت، دخلت كمنشد فقط صح؟ نعم. قدمت لهم كمنشد، كيف بدايتك في الإنشاد؟ كيف اكتشف خالد الدوسري أو انتمى خالد الدوسري إلى فئة الإنشاد؟ أولا في البداية تعرف المدرسة كنت أحاول أني لازم أطلع على المسرح علشان أنشد أو أني أكون أعطيهم آيات، أهم شيء أن أكون في الإذاعة المدرسية. جميل. حاولت مرة مرتين وكنت مصر إلا على الإنشاد. جاني مدرس الله يذكره بالخير قال تعال يا خالد أنت مع اثنين من الشباب راح تردون مع صاحبكم. قلنا يلا. كانت أول تجربة لي أني أرد. حلو. فكانت البداية هي الانطلاقة. ما شاء الله. صرت لازم أحشر نفسي حتى لو ما أعرف الشيء أرجع وأعيد عليه. يعني كم كان عمرك خالد؟ كان في 12 سنة في الابتدائية سادس. طيب خالد لما أنت قدمت على البرنامج حلو لقيت مؤيدين ومعارضين؟ مؤيدين للأمانة كل أهلي يعني وقفوا معي. أبي الكفة الأرجح المؤيدين والمعارضين لدخولك لبرنامج واقعي. لا الأمانة الكفة الأرجح لهم المؤيدين اللي أنا علمتهم اللي هم أهلي. فهمت؟ أنا لما قدمت على البرنامج كانت بداية صامتة. طيب ما حولك وحوالينك أخويانك المجتمع اللي أنت فيه؟ أنا خالد معروف برا يعني ممكن أني فكاهي بشكل زايد. حلو. فلما تطلع على القناة وكذا كانوا إيش شوي معارضين يضحكون على إيش على أني خالد أنا يعني ما راح تصلح أنت راح يعني تسوي أفلام هنا الرسمية. أيوة يعني معنى البرامج الواقعية هي حياتك وطبيعتك مثل ما أنت حاجة أسويها أنا شيء يومي يعني ليش لا. متشفق الجمهور أن يسمع شيء لك. أبشر بالسعد. بقول اللي قلتها في البداية وكانت حلوة. طيب قل للدموع اللي بلا صوت تزعجني أحسها تقطيع في داخل أحشايا نظرات عين اللي بكتها تعذبني أحسها تقطيع في داخل أحشايا يا دمعات المجروح دمك يجرحني طيحي على الجرح يا داي ودواي. الله الله يا سلام يا سلام يا خالد والله اني احب صوتك يا اخي. المشكله اني جالس اعزل نفسي اقول الله الله. لا انت خليت الكلمه هذه مني انا ادري على كذا ما كنت اقول لك الله. اهم شيء انها مو بشماته. لا لا مي بشماته. حلو 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 مدح مدح ومستمتع بهذا الشيء. طيب كان سبب دخولك البرنامج واقعي خالد؟ السبب لدخولي البرنامج الواقعي أنا تابعت الأمانة قبل لا أقدم كان في برنامجين. حلو. البزنس وكاريزما. حلو. كان عندي كان ودي صراحة إني أشارك. طيب. يعني ما شاء الله اللي قبلي والمنشدين يعني بالأخص المنشدين ما شاء الله أبدعوا. جميل. فهمت؟ فأنا أحس إن عندي حاجة زيادة. عرفت؟ حلو. يعني في حاجة راح أقدمها أكثر فقدمت حسيت إن استسهلت الموضوع. طيب. إنه أوكي أنا واثق من موهبتي وإن الأمور راح تتم. مش راح أقدم. نعم والحمد لله ربك ما خير. ما خي... نعم. طيب كنترول ما تلاحظ إنه دلعنا خالد زيادة بالأسئلة يعني تشوفها أسئلة عادية أمور طيبة صح؟ ما ودك إن نشوف يقول الكنترول في صورة يا خالد على الشاشة بنعرضها. صورة؟ يلا خلنا نشوف. يلا نشوف السربرايز يا كنترول. يلا. وش الصورة يا خالد؟ هذه مرت عليك الفقرة هذه؟ اي والله قد مرت علي. وش الفقرة؟ كأني قد شفتها.
طيب وش الفقرة؟ الفقرة؟ الفقرة ممكن الله يجيب العواقب سليمة، الله يفكنا منك ممكن. المواجهة. مني ها؟ اي والله. المواجهة. عطني الصوت يا كنترول. وخالد لو سمحت على الكرسي. بشير بالسعد. نغير اللوكيشن. بسم الله. علشان نستفرد معاك ونسفهل معاك في بعض الأمور الجميلة. أبد أبد أبد، خذ راحتك مرة. مع أنك والله تخوف يا مشعل صراحة. لا 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 لا. أنا عندي إحساس ويا رب ما يكونه. لا 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 لا. مشعل أنا طفشتك قبل. تفضل يا خالد. يا سلام يا سلام. بس ممكن بعد اذنك تفضل تجيب المتكه. وش هي؟ حق سندة الظهر. اي على خشمي. ابشر، انا اللي اريحك، انا اللي اريحك، اهم شيء تكون مرتاح. يلا يا فيك. راحتك انا تهمني، راحتك تهمني اليوم ضروري جدا. احد متسابقي نسخ هذا الكيان العظيم في قناة الواقع. معنا اليوم خالد الدوسري في فقرة المواجهة مع أخوكم البسيط جدا مشعل العنزي. راح نوجه له عدة محاور في أسئلة تتعلق في شخصية خالد وفي المحطات اللي مر فيها خالد الدوسري. عندنا محور أول نعم أم لا، والمحور الثاني إجابة قصيرة، والمحور الثالث التبرير. حلو. أتوقع أنك حافظ الدرس يا خالد صح؟ هي والله حافظ الدرس. طيب المحور الأول نعم أم لا يا خالد الدوسري. خالد الدوسري، هل فيه زعل ما بينك وبين أحد متسابقي النسخة اللي كنت فيها في الفترة الحالية؟ نعم أم لا؟ زعل الآن يعني؟ الآن في زعل بينك أحد؟ لا. أحد من المتسابقين؟ لا. حلو، واضح أن الإجابة صادقة. راضي عن اللي قدمته في البرنامج؟ للأمانة بنسبة الحمد لله، بس باقي أحس في حاجات ما طلعت للأمانة. خالد الدوسري، هل تشعر بالغيرة من نجاح الآخرين؟ الآخرين؟ أي. لا، الآخرين ما لي فيهم أي علاقة، فما أشعر بالغيرة. هل أنت فهمت السؤال زين يا خالد؟ نعم. هل تشعر بالغيرة من نجاح الآخرين؟ ترى هذا شعور جميل يا خالد أنك تشعر فيه. لا. على فكرة. لا. إذا ودي أقول لك معنى السؤال يا خالد، في بيت شعري يقول النفس من طين والإبداع من غيرة. أحياناً نجاح الآخرين يولد فيك غزيرة في سبيل أنك تقدم وتنجح أكثر، وهذا شيء ما يعيبك على فكرة. أبداً ما يعيب. ليش جاوبت لا طيب؟ هو فعلاً لا. يعني ما تغار من نجاح الآخر؟ أنا أؤمن بالرزق والنصيب اللي ساقه الله لشخص، فلا أكون حاسد له، فالغيرة شوي فيها شيء من الحسد. ندمت على تصرف لك داخل البرنامج يا خالد؟ نعم. بداياتك متعبة؟ بداياتي في البرنامج؟ قبل البرنامج. نوعاً ما. نعم أكيد. نعم نعم. في البرنامج؟ في البرنامج نعم كانت متعبة برضه. خالد أنت إنسان عصبي؟ عصبي؟ إيه؟ إيه؟ خسرت علاقات مع أشخاص كثير بسبب هالشيء؟ ولا ما أثر عليك هذا الشيء معاهم؟ لا أنا ما أوصلها إلى أني أخسر شخص، عرفت؟ إذا موقف يستاهل أنك تعصب فيه. طيب. وتحس أنك أنت على حق. فتأكد أني راح أعصب حتى من دون شعور. طيب هل عمرك هددت شخص أحرجك في أحد المواقف؟ لا. طب قد تعرضت لموقف محرج وزعلت منه؟ المواقف المحرجة كثيرة. طيب بس على حسب عاد الموقف. ونعم. طيب هل حصلت على دعم ما بعد البرنامج؟ دعم ما بعد البرنامج للأمانة إيه. طيب. بس مش ذاك الدعم اللي أنت كنت تتوقع أو أنك حلو، يعني انصدمت من الواقع يا خالد. أكيد أنك لما تطلع راح تنصدم، هذا حاجة تأكد منها. هذا كلام شخص. طيب. جرب وشاف، ممكن أنت جربت الشيء هذا بعد.
لما اكون ضيف في احد الايام تستضيفني في فقرتك بامكانك انك تملي علي اجاباتك يا خالد الدوسري. ابشر. طيب خالد، المحور الثاني اللي هو الاجابه القصيره، خالد عقلاني ام عاطفي؟ اثنين ممكن. ما تقدر تجمع بينهم يا خالد؟ عقلاني ام عاطفي؟ في مواقفك، في وجودك في هذه الحياة، نعم، هل أنت تستخدم عقلك ولا تستخدم عاطفتك؟ لا والله استخدم عقلي. تستخدم عقلك؟ نعم. طيب، كابوس حياة خالد الدوسري في كلمتين أو في كلمة واحدة، وشو كابوس خالد الدوسري؟ كابوسه في الحياة؟ إيه. ممكن الفقد. الفقد؟ يوجع الفقد يا خالد؟ يبغى لها سؤال بعد؟ أنا أسألك. أكيد. تأثرت من هالشيء؟ أكيد. وردة. حلو. في يدينك. تسلم. وردة في يدينك. تسلم. المنو تهديها؟ وردة في يديني، المنو أهديها؟ أي. أهديها لأبوي. يستاهل، ومسي عليه بالخير أبو خالد، وتستاهل هالورد، وتستاهل والله البستان من هالورد، تستاهل الطيب. طيب شوكة بيدك يا خالد، المنو تهديها؟ شوكة بيدي، المنو أهديها؟ أي. اللي وقف في وجهي يوم من الأيام. عنيف يا خالد، عنيف يا خالد. إذن أنت من ضمن فئة اللي تقول أنا أواجه الإساءة بالإساءة؟ في بعض المواقف نعم، انا شخص اعترف. تعجبني صراحتك، تعجبني صراحتك يا خالد، تعجبني. طيب اكثر شخص ينرفزك من هو؟ اكثر شخص ينرفزني من هو؟ ايه. البارد. الشخص البارد. ايه. حلو. طيب خالد يخاف من؟ خالد يخاف من صراحة، أنا أخاف منكم من حاجات كثيرة تخوف صراحة. أقرب شيء يخاف منه خالد؟ الفوبيا عند خالد. الفوبيا عند خالد. قلبه يطيح لما يشعر في هذا الشيء أو يكون حولها وحوالينا هذا الشيء، وشو؟ ما عندي لك إجابة. لازم تجاوب يا خالد. الأمانة والله حيرتني فما. طيب اختر من الآتي: السفر، الحب، الزواج، المال، وش تختار من بينهن؟ وش اختار من بينهن؟ اختار المال الأخيرة. ليه؟ ليه؟ لأني بلقى السفر. كمل. وبألقى الزواج، وبعد الزواج بألقى الحب، يعني جمعتها كلها. طيب هل الحب ينشرب المال يا خالد؟ الحب ينشرب المال؟ إيه؟ لا، أنت أخذيت وحدة اللي هي المال ما بين السفر والحب والزواج، يعني هل يعني هذولي كلهن يقدر يجلبهن المال، هذا قصدك؟ لا. إلا هذا قصدك؟ أنا لما جاوبت قلت المال، بعده يجي السفر، بعده يجي الزواج، وبعد الزواج يجي الحب. أجمل الإجابات اللي أنا سمعتها يا بعد راسي. طيب قدوة خالد الدوسري في الإنشاد من هو؟ قدوة خالد الدوسري في الإنشاد، لما أنا كنت أسمع فما كان ما أشوف إن ما في أي إنسان كنت تشوفه أنت قدوة لك في الإنشاد؟ لا، كنت محب أسمع أي حاجة حلوة أحب أسمع. نعم. ما في شخص ثابت لك أنت؟ نعم. دائما تقتدري. نعم. أوكي. طيب هل خالد مختلف أم مثله مثل أي إنسان آخر؟ مختلف؟ إيه؟ ممكن مختلف. ممكن؟ مختلف. أكيد أنا مختلف عن أي إنسان. وش اللي يميز خالد عن غيره؟ اللي يميز خالد عن غيره؟ ممكن أنا أحس في داخلي إني أنا أشعر أو إني أشيل مواقف الناس، يعني أشيل حمل يمكن مو هو لي،
والشخص هذا يمكن ما يدري يعني عنه. انت مع مقوله انك انت تضحي في نفسك في سبيل اسعاد الاخر للشخص اللي يستاهل مو بالاخرين. اوكي اوكي ايه انت تفضل يعني على مصلحه نفسك احيانا على حساب نفسك في مجال انك تسعد الاخرين، هذه اجابتك؟ لا عاد ما افضل عاد مصلحتي، بس اني هذا الشيء اللي انا احس انه في داخلي اني اشيل يعني حاجات يمكن غير عن المصالح، فهمت؟ طيب خالد الحظ حلو، الحظ مع خالد ولا خالد مجتهد؟ والله احيانا بعض الفرص تمشي طيب يلحق الحظ، بس مو كل فرصه متاحه نعم لنا يا خالد. نعم نعم صح، بس انا ما اشوف ان الحظ دائما معي، انا حظي اقول شوف انه ردي صراحه، حظ نقشر ها، اشهد بالله والحمد لله على كل حال. يعني الله يرزقنا الحظ الطيب ان شاء آمين الله. امين يا رب. والسادة المشاهدين اللي يسمعونه آمين يا رب. طيب خالد نروح لآخر محور، هو محور التبرير. لو قدم لخالد الدوسري عمل سواء كان في أي كادر من كوادر إحدى القنوات الفضائية حلو، وخيرت ما بين أن تعمل في قناة الواقع وقناة أخرى، وكان المقابل في القناة الأخرى أعلى من قناة الواقع؟ سؤال تبيه بتبرير على طول أبرر لك. طيب الكيان والولاء في القلب، الولاء في القلب. طيب. بس لما يكون في سبيل رزقي تأكد أني ما راح أتأخر لحظة واحدة، لحظة واحدة ما راح أتأخر، هذا جوابي. الله يعطيك العافية يا أخي. يعافيك يا حبيبي، شكرا على صراحتك وواقعيتك يا بعد راس. طيب لو عرض عليك تنشد شيلة مجاني بدون مقابل عادي ما عندك مشكلة؟ ايه. طيب لو جاك مردود مالي من شيلة برضو حلو، يعني انت في الحالتين اتس اوكي عندي؟ يا نعم. جميل، هربت من السؤال هذا، مخرج سبعة افادك. طيب خالد منشد ام ممثل؟ خالد بالاساس منشد. طيب وعنده موهبه التمثيل قبل لا يدخل، بس ما اضافها في السي في انه ممثل. حلو، بس انت دخلت البرنامج ك منشد فقط، حبيت اني اركز على الانشاد. طيب خالد انت خذيت في البرنامج افضل ممثل. نعم. هل كنت تستحق هذا اللقب؟ تسألني أنا؟ إيه؟ جوابي الشعور اللي في داخلك يقول هل خالد الدوسري كان يستحق هذا اللقب؟ الشعور اللي في داخل خالد؟ إيه؟ أنا أقول إذا ما كان خالد يستحق اللقب لوين بيروح؟ الإجابة هذه القناعات الجرأة يا خالد، الأمانة جميل، أنت حطيتني على قولتهم في بالعكس تستاهل والله انك تستاهل الطيبة بعد راس، قدمت نفسك ومثلت نفسك خير تمثيل خصوصا في جانب التمثيل انت واخواني كلهم اللي كانوا معانا. طيب خالد، الكل اجتمع على ان شخصيتك خارج الكاميرا غير، تختلف عن البث، تختلف عن الكاميرا صح، هل الكاميرا لها هذا كل التأثير اللي على شخصية خالد الدوسري؟ ممكن اقول لك الحين لو اجلس انا وياك نتكلم بكلام ومفهوم. طيب انا وانت يا مشعل اوكي، اللي جالس يشاهدنا هل بيرضى بالشيء هذا اللي يصير انه جالس يتابع حاجه مش مفهومه؟ طيب انا وياك متفاهمين نعرف وش نقول، بس مو كل الاشياء يا خالد، هذه شخصيتك بالنهايه. برضو لما تكون احيانا بعض مزحاتنا بعض سوالفنا انت تشوف في حاجات يعني تحترم الفئات العمرية اللي موجودة جالسة تتابعنا، فهمت؟ فممكن تكون خطأ بس تكون صح عند فئة عمرية معينة، فهمت؟ حلو، احنا شباب وعلى قولتهم. طيب خالد واحد لازم يوزن انت شو. انا اذكر كانت في لك احدى التصريحات حلو في احدى مواقع التواصل الاجتماعي كنت تقول انا اوعدكم لما كنت في البرنامج انا اوعدكم ما بعد البرنامج راح تشوفون خالد دوسري انسان اخر. أنا كنت أنا نعم. وأي إنسان متلقي لهذه المعلومة من خالد الدوسري بيقول إذا في اختلاف ما بين الكاميرا وما بين الواقعية في الخارج. طيب هل شاف الجمهور هذه الشخصية خالد ولا لا؟
للأمانة شوف أنا جالس أعطي يعني بكل أريحية في أريح في إنسيابية كثيرة ما تجلس تسويها هنا فهمت؟ فالجمهور يشوف. طيب خالد أنت في الفترة الأخيرة كنت مقل في الظهور. صح. جدا. صح. جدا يا خالد. جدا. لدرجة التقصير اللي أنا متأكد إنه أثر عليك. نعم. حتى الجمهور أيضا هذه رسائل الجمهور كانت لك إن خالد مقصر جدا في حق نفسه ما بعد البرنامج، وش سبب التقصير هذا؟ للأمانة شوف أنا ما بيقول لك ظروف أو شيء، أنا أول حاجة أعتذر للي جالس يتابعني ومحب الخالد إنه جالس يقصر بهذا الشيء اللي هم قاعدين يشوفونه، يعني أمانة في عندي تقصير كثير. طيب؟ الوعود ما راح أوعد أنا، بس أنا راح أجتهد بإذن الله تعالى كي أستمر وأثبت يعني. والاعتذار أثنيه ثاني مرة موصول لهم كلهم. خالد سؤال صريح جدا. أسلم. أتعبك المحتوى؟ أتعب صراحة المحتوى صعب. كانت عندك فكرة ما قبل أن المحتوى بسيط جدا خصوصا ما بعد البرنامج، أنا في حياتي الطبيعية ما في عندي حدود، ما في في أموري في شخصيتي في طبيعتي في كثير من الأشياء اللي أنا ممكن أقدمها خارج البرنامج بعد ما أطلع من البرنامج. هل كانت عندك فكرة قبل أن المحتوى شيء بسيط وبعد ما طلعت من البرنامج وجدت أن المحتوى شيء جدا متعب؟ شوف أنا بعطيك إياها صراحة، خليني أعلمك بصراحة. قبل كنت تصور على أي حاجة، كنت تصور أي شيء يخطر في بالك، ممكن حتى لدرجة علاقتهم سكب. طيب. يعني حاجة ما لها معنى فهمت؟ فتقول إيه أقدر أصور. حلو. تفكر إن المسألة بس أرفع الجوال وأصور، لا، اللي جالس يتابعك يبي حاجة هادفة، يبي حاجة حلوة، يبي حاجة متنوعة. فلازم تبحث عن الشيء هذا بشكل يومي، أنت مو سناب يوميات. السناب عبارة عن شكل يوميات، لازم انك طيب تحافظ عليه. خالد رسالتك اللي توعد الجمهور فيها وش هي؟ رسالة اللي وعد الجمهور فيها ايه؟ اقول انا اول شيء الله يرحم والدك، كل شخص تابع خالد وجلس ينتظر خالد وحسن خالد مقصر، وللاسف مرجع لكم، وبإذن الله أني أحاول أني أشد حيلي وبيكون في تطور بإذن الله، بنتعب بنسعى بإذن الله. للأمانة أنا ما أقول لك أنه متعب وخلاص، بس بنسعى والله يقدرنا على اللي يسعدهم. وانت خير من مثل نفسه للأمانة يا خالد، يا بعد رأسي ودي أشوف بس بعد لكن عندك شيء بعد أنا مبدئيا أشوف أنه كافي. يعني افتكين الحمد لله، بس بدك تخلص يا خالد ليه لهالدرجة وترتك الفقرة؟ لا مش ما يعني، بس ما أدري أنا حسن عندك حاجة، إذا عندك حاجة إضافية أقوى من اللي جالس تقولها أها طيب أنا حسن جالس تبرح الحين. خالد أول شيء الأسئلة وجتني كثيرة وأنا خذاني المحور صراحة وأنا جالس أسولف معاك وكان ودي، لكن أتوقع أني أنا غطيت أغلب أسئلة الجمهور اللي جالس يقدمها الخالد. خالد أنت الآن في كيان نسخة جميلة جدا، عندها موهبة، عندها إبداعات. الآن هذول المتسابقين في مكانك أنت أيضا، نعم، بناء على تجربتك وش تنصح المتسابقين؟ حلو. اللي متواجدين في الآن، وأنا أتوقع أنه هذا الشهر الذهبي مثل ما يقولون اللي هو آخر البرنامج، ذروة البرنامج. حلو. تفضل وش تقدم لهم نصيحة؟ أنا أقول انتبه من شيء اسمه الفتور، أنك تفتر. للأمانة إحنا مرينا فيها وجربنا وقلنا يلا خلي الليلة تمشي، بيجي غيري بيغطي البث أو كذا، فكل لحظة أن جالس تبتعد منها عن البث أن جالس تقصر في حق نفسك. للأمانة حلو، ابذل كل ما في وسعك، أنت وين بتروح هذا محلك، وتأكد أن العالم كلها تتابعك. في بعض الناس مثلي انا احيانا اقول يمكن ما في احد يتابعني فهمت، او تكون شايل هم في بالك. لا في ناس تتابعك وتحبك وتشجعك، بس انت مو جالس تشوف. هذه رسالتك يا خالد. اي انا اتمنى بس انهم يجتهدون ويستمرون للامانه، لا يضيعون اي شيء، لان احنا جربنا الشيء هذا والشهر هذا بالذات هو الاهم. انا افلحوا وخالد الدوسري وجمهور هذا الكيان العظيم جدا جمهور قناه الواقع، نسأل الله أنه يوفق هذه الثلة الجميلة المتميزة
في طبيعتها وفي إصرارها وفي إقدامها، وإن شاء الله أن معنوياتهم ما تهبط في الفترة الأخيرة ويصير فيهم فتور. لابد ما تمر في المرحلة هذه، لكن حنا نتمنى منهم أن الله يوفقهم ويثبت أقدامهم ويقدموا الشيء اللي يليق في شخصياتهم مثل ما تقدموا فيها على البرنامج. نعم. خالد، ودك محور جديد نطلعه ولا كافي؟ والله أنا بين يديك ذا الحين صراحة، قد هوزت. لا، فأنا أقول ضيف. أحب أقول لك الله يعطيك العافية يا بعد رأسي يا بعد الله، هذه الفقرة الجميلة يا بعد رأسي اللي كانت جدا للأمانة استمتعت فيها، وكان ودي من زمان حتى في فترة البرنامج كنت ودي أقدم هذه الأسئلة، وإن شاء الله أني قدمت الشيء اللي ليك فيك، وأتوقع أني يعني دلعتك شوي شديت شوي يعني ما بيني وبين، صح؟ ما بين نشف طريقي بس. بس الله يفيد. أبي موية فضل جعربي طولي نشرب الموية كلها. ضميت يا خالد؟ والله وسط صراحة، أنت مدري 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 يا مال العافية. طيب ممكن سؤال؟ سم. الثلاث شهور اللي راحت، طيب. حلو، اللي أنا كنت أطفشك فيها، حلو، يعني أنت متعمد تجيب من الحين وطلع الحرة كلها بشكل نظامي بشكل جميل وبشكل جميل. سلمنا عليك وخذينا علوم ومشتاقين يا بعد راس، وجاينا من عند اهلك وربعك الطيبين، وسلامي لك ولهم ولكل الطيبين اللي تابعونا ايضا على هذه الشاشه. بعدها كنا نستغل الوقت هذا ما دامنا موجودين، خصوصا انك انت مريت في تجربه يا خالد جميله جدا، ومن محطه نجاح جدا اخذت صداها في الواقع المجتمعي. لذلك من أجمل الأشياء أن نستغل هذا الشيء، وتكون أنت يعني الرسالة بناء على التجارب، والتجارب تحرث الأرض يا خالد. صح. عرفت؟ لذلك إجاباتك اللي أنت تقدمها للسادة المشاهدين، في يوم من الأيام أحد المشاهدين راح يمر ممكن في نفس مرحلتك. نعم، تدري إن إحنا مقبلين على برنامج أيضا جميل جدا، برنامج البزنس اثنين، وفي عدد متقدمين جدا عالي. فهذا الإنسان اللي جالس يتابعنا الآن ممكن بناء على خبرتك وبناء على كثير من الأمور اللي أنت جاوبت عليها يأخذ في عين الاعتبار لهذه الأمور. إيش رأيك؟ متعود لازم. لا. أنت متعود عليه يتكلم بالطريقة هذه معك، صح؟ لا والله، شوف الأمانة كلامك كله عين الصواب. خل عنك إني ما تعودت إنك تتكلم بالطريقة هذا، شوية شايل يعني سير اتيكيت، فهم؟ ايه والله. ايه رسمي. قصدك طيب يعني ما اتيكيت؟ مشعل. لبه. لا تخليني الحين أخذ القدر وأكب. يعني شوف يعني ما يصير يا خالد، ترى يعني أنا الحين مقدم، أنا الحين مقدم. لا لا أكبه أتغدى يعني قصدي بس. كبسة. إيه كبسة. أنا ما أدري والله، راحت تفكير يسار صراحة، لأني ما أنا متعود عليك يعني. طيب على قوت راح. نبي نسمع شيء. على قوت راح تفكيري. نبي نسمع شيء. هاي يحبونها دائما يسمعونها. من الأشياء اللي تحننك للماضي خالد، للذكريات والأشياء هذه. أحب أسمع خالد وهو يغني من قلب. طيب وتفكيري قديم، الله، عايش زمان عبد الحليم، أثر القلوب تغير، الله، والناس تضرب في الصميم. طيب 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 وتفكيري قديم، ما ادري الزمان جيت خطا ولا الزمان نفسه خطا، لأن الأكيد إن التعب لا صرت ماشي في السليم. طيب 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 وتفكيري قديم. والله ما أدري، والله إني ما أدري إيش أقول صراحة. حزنت؟ والله أني تأثرت الصراحة. الكلام خصوصا في هذه الكلمات اللي أنت كنت دائما تغنيها، وأنت تعرف أني أنا أحب أني أسمعها في صوتك، لها أبعاد كثيرة في واقع
الظروف احيانا توجعنا فيه، لكن في ابيات اذكرها على الكلام اللي انت تقوله. ابيات تقول انا من البارح جريح من سالفه اخذ وعطى، اقوم من حزني واطيح، والحزن كافر لا سطى، اتعبني الفهم الصحيح، يا ليتني فاهم خطا. والله يا ليتنا فهمنا خطا في بعض الاحيان يا خالد. يمكن لو فهمنا خطا تمشي الامور ربعا، يمكن تبقى الامور في مجراها وفي امورها وفي حياتها بدون ما نتالم، بدون ما نتوجع لكثير من المواقف اللي مرت علينا بلا سبب تزعل. سولفنا كثير خالد، ودنا نسمع. بلا سبب تزعل؟ بلا سبب تزعل. بلا سبب تزعل وتجرح في الكلام، تقلب الدنيا على راسي وتروح، لا ما كنت فا عتاب ولا ملام، وين اسافر عن عذابك وين اروح، تهجر الدنيا واخليها عشانك، منه يستاهل لاجل ياخذ مكانك. انا مو والهان انا مو والهان انا دنيا من الوله، محتاجك ابيك انا متعبان انا. الله الله يا خالد، الله الله والله اللي مشتاق لصوتك. مشتاق لصوتي يعني ما تحس كذا، تحس كأن الظهرية شوي، كأن المود حزين شوي، انت ممكن انك ركيت علينا بالحزن. طيب في شيء عندك يعني غير المود؟ مش ما ادري عنك، انت كأنك ركيت علينا بالحزن، وجهتنا كذا شوي يعني ما ادري، بس وعديت بالمستقل من نايفات العدامة، من نايفات العدامة، وعديت بالمستقل ويا نجمة الصبح يلي سروا عليك النشامة، سروا عليك النشامة ويا نجمة الصبح. الله الله جميل يا خالد. هذه كانت كان ثامر مدعث كل شوي. ايوه كل شوي خالد يا خالد، قلت يا ولد شغلت انا نبي ننام، انت تخابره اول في الساحة في اي محل، تعال بالله عديت بالمستقل، قلت يا ولد بس طفى خلينا نرتاح. الا يا خلاص يسقي ذيك الايام، والله العظيم توجعك الذكريات يا خالد، تحن الثلاث الايام اللي طلعنا فيها في العيد، اقسم بالله العظيم اني تحس انك فاقد اشياء كبيرة. عيده صح مع اهلي، والله اهلي مرتاحين وشايفهم كلهم، بس يا اخي مشاعرك متلخبطه، فهمت؟ فجاه كذا يوم اللي كنت معهم شهرين فجاه طلعوا. هذا الشيء اللي يتكلم عنه خالد الدوسري والسادة المشاهدين، اللي يمكن هذه المشاعر، يمكن أغلب الناس ممكن يقولون إن المشاعر اللي نشوفها على الشاشة بعض الأحيان تكون تذب، يعني ما هي صدق. حتى الدموع اللي ممكن أحياناً كنا نشوفها حتى في البرايمات والأمور هذه، ودموع المتسابقين على فراق أحد منهم، الله لا يحطكم في هذا المكان فعلياً، الله لا يحطكم في هذا المكان. أنت تخيل أنك أنت تعيش مدة ثلاثة شهور مع إنسان تقوم تصبح بوجهه، آخر من تشوف قبل تنام هو، تصلي معاه، تاكل معاه، تجلس معاه، أمورك، محورك، أشياءك كلها موجودة مع هذا الإنسان. من أبسط حقوق قلبك إنه يشعر بوجود ووصل وفراق هذا الإنسان اللي كان معك. فلك لا تلومون أي برنامج واقعي تمر هذه المشاعر عليهم أو على المتسابقين، لأن والله العظيم هو شعور لا يحسد عليه أبداً للأمانة. سؤال الحين، أنت أول ما طلعت وخلص البرنامج تكرر عليك سؤال أنت تبكون؟ في أحد سألك أو كان السؤال أسئلة كثيرة ولا ما حد سألك؟
إلا جتني أسئلة كثيرة إن طيب يوم كنتم تبتسون في البرايمات وليا طلع فلان وليا طلع علان أو حتى في نهاية البرنامج ومن الأمور هذه. كنا نبكي يعني حقيقة كانت تسيل الدموع. المشاعر ذيك الأوقات صراحة يعني شوفوا على حزنها وعلى كثر يعني البيئة الحزينة اللي كنا نمر فيها، لكن اللي أجينا وتذكرناها والله إني أذكر إني حتى توجعت، لأني حتى أنا اللي كتبت قصيدة البرايم، أنا وأخوي نايف الحزيمي نمسي عليه بالخير، يوم كتبنا قصيدة البرايم للمتسابقين. خالد عندك شيء؟ أنا إيه؟ والله عندي وش تبي، بس عندي كل شيء. كل شيء كل شيء اي كل اللي ودك اسفهل خالد. يا تبين شاهد ولا تبيني؟ تبين انصحك انت تبي ايش تبي؟ ها يا مشعل، ها يا مشعل، الرجال جاي يمشي على رجليه اكيد مو على يده. يا مشعل خاف الله، لا اله الا الله، الواحد اللي جاي ياكل بيمينه ويسمي اكيد ما ياكل بيسار. بس تكفي ذا نصايح، ما شاء الله، بس بيض الله وجهك. والله ترى طلعت غني معلومات يا خال. اقول منين تجيب المعلومات هذه؟ اقول سم، لا طلعت الشمس في عز السماء البس نظارات شمسيه. حكم ما كان ما شاء الله خالد، هذه معقول الطفره اللي ما بعد البرنامج خلت خالد الدوسري يتكلم في هذه الامور؟ كميات 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 حكم عندي، بس ما ابي اكثر عليك صراحه. تدري ان النصيحه قبل كانت بناقه؟ نعم كانت تشرى وتنشر بفلوس، وذلحين أنا أقدمها لك فري لأني أحبك. والله متفضل عليك، كثر الله خير. لا 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 لا، أنت اللي والله تفضلت علي بشوفتك الحلوة. طيب صابني أحبكم وارحموا يا ناس، ذيك الأيام ماني بناسيها. الله، ذيك تمر العزاير بغير قياس، دمعة العين لولاك ما أخفيها. مر أنا أحب والحب ما بهبس، سكت كل الأجيال تمشيها. خالد الجميل فيك أنك اللي جيت وأنشدت أي شيء على هذا الطاري، وش القصيدة اللي تلفتك وتحب أنك دائما تنشدها؟ القصيدة اللي تلفتني وأحب أني دائما أنشدها، شف اللي يكون فيها دائما مواقف، عرفت؟ اللي تكون فيها موقف حلو، قصة فيها موقف بسيط تعجبني على حسب القصة اللي أنا أشوفها، يعني أفضلها أكثر من الغزل، أكثر من أي، أحب القصة اللي فيها سلاسة سهلة. يا سلام عليك، إن كان فيها عتاب أو إن كان فيها مدح، أهم شيء تكون قصة وجايزت لي. حلو، أنا هذا جوي في الإنشاد يعني صراحة. طيب خالد، أنت تذكر إن كان عندنا وقف في البرنامج؟ حلو، وكنت انت كنت سفير لاخوك اليتيم والمتسابقين كلهم، وانا ايضا والمتسابقين الان. نعم، رسالتك للمشاهد اللي تابعنا الان، بقى عندهم وقف 300 ريال تكفى اليتيم مدى الحياه. جمعيه رؤوم سهلت جميع طرق التبرع، حساب راجحي وان جالس في محلك تقدر تتبرع باي شيء تقدر انت بمدة يدك. اللي يعني اللي يحط في الدنيا خير وصدقه لا يفكر انها راحت، لا تلقاها قدامه في الجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ايش كان يقول يوم كان كتف الماعز؟ قال ايش قال؟ قال بقيت ايش؟ وش قال؟ بقي كتفها وراحت كلها، صح ولا لا؟ طيب اي نعم، او العكس. أي يعني الصدقه كلها بتلقاها قدامك في الجنه، انت لا تبخل على نفسك. اي شيء تقدمه يا سلام تلقاه في الاخره. يا سلامي عليك، تجارتك تكون مع رب العالمين. يا سلامي عليك، كل واحد يحسن لاخرته بعد. بالضبط. الرسائل اللي جالس يقدمها خالد، وانا وانت نذكر ايش كثر كنا نجاهد ونقدم
في سبيل ان نقدم الرسائل، حتى في سبيل ان الشخص ما قدر انه يتبرع، الدال على خير كفعله يا جماعه. ممكن انت بالصدفه تنشر شيء، يمر احد الاشخاص اللي يدور الخير ويبي الخير يتبرع عن طريقك وعن طريق هذا المنشور اللي انت نشرته، عن طريق هذه التغريده، عن طريق بمجلس بكلام. اسعوا للخير. اخوكم اليتيم جمعيه رؤوم فاتحه ذراعيها لكم، تقول لكم 300 ريال ان تكفل يتيما مدى الحياه. وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين. فما بالك حنا حلمنا وودنا وكل من هو على وجه الكره الارضيه انه يبي يدخل الجنه، لكن في كفاله اليتيم انت ما تدخل الجنه بس، انت تجاور سيدنا محمد عليه افضل الصلاه اللهم صل وسلم واتم التسليم اللهم صل وسلم عليه. طيب الكاشات مثل ما تشوفونها على الشاشه، وهذه اخر رسالتي الاخوان المتسابقين ايضا. جنتل جنتل لهم في ساحه الخير مينا، هذا العشم ومصافحه في يديكم، 50% جهدها علينا و50% جهدها عليك تبكت عليك. يا سلام، 50% جهدها علينا و50% تبكت عليكم، وانتم ان شاء الله انكم قدها، واسال الله انه يوفقهم ويعينهم على هذا الوقف وعلى هذه المسؤوليه لاخوهم اليتيم اللي هو امانه في اعناقهم، وباذن الله انهم قدها وانهم كفوا. اليوم ترى يا خالد كان ختام حلقاتي انا اللي اقدمها في فقره لمتنا. انا اشكر من هذا المنبر والله العظيم، لان في كل اسبوع يكون مقدم اخر. شكرا لاداره قناه الواقع، شكرا على هذه الفرصه. ان شاء الله ان مشعل العنزي قدم بما يليق في هذا الكيان، بما يليق بمقدميها ومتسابقيها وارقامها المميزه واللي حققتها من نجاحات ان كان في السابق وان كان ستحققها في المستقبل ايضا. اسال الله اني قدمت الشيء اللي يليق فيكم واللي على خطى ثابته، ومثل ما تعلمنا منكم واليكم. فقره لمتنا كانت فقره بسيطه وتعبت عليها جدا للامانه. اتمنى في الايام القادمه يكون لنا شيء جميل نقدمه لكم بالطريقه المناسبه، ايضا نقدم الشيء اللي يسعدكم ويرضيكم ويليق في مسامعكم، وايضا يثبت في اذهانكم ويليق بنواظركم الجميله اللي تتابعنا دائما. خالد، كلمتك عن هذا اللقاء. اقول الله يسعدنا وياك، والله لا يضيع لك تعب، وبيض الله وجهك. صراحه من يعني اسعدتني كثير ورجعتني شوي للماضي. حلو، والشيء الجميل اني انا شاركت وكان لي وجود في ابطال جنتل اللي العشان فيهم والله كبير، واشكر قناه الواقع واشكر كل الاداره وكل الطاقم. تستاهل. الله يرحم والديك والله يسلمك ويعافيك على هذا الكلام الطيب اللي ما يطلع الا من طيب. تدري اني نسيت اشكر ناس بعد ما قصروا معي في هذه الفقره، فقره لمتنا. الجميل جدا المخرج محمود غباشي، صح؟ ايش رايك فيني؟ بضبطك. الجميل جدا محمود، والجميل ايضا مهندس الصوت احمد، والمصور علي. يا حبيبي يا علي، يا حبيبي يا علي، والله انك انتم كنتم مثل مثلث برمودا معي في الفقره، والمهندس شريف ايضا غني عن التعريف، المهندس شريف يستاهل. والله انكم وقفتوا مع اخوكم مشعل الوقفه الطيبه، وانتم الجنود المجهولين يعني، وان شاء الله ان نقدم يعني نتائج لتعبكم اللي تقدمونه معكم، نقدم الشيء اللي يعني يطلع يحتذى فيه. لذلك شكر لكم والله العظيم. الاعداد بكامل كادره. راضين عني يا كنترول؟ يا رب يقولون لا. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ترى جالسين يمدحوني، ترى جالسين يمدحوني مدح من اليوم يمدحوني، بس انا ما اتكلم. ويقولوا لك انت مبدع يا خالد. انا مبدع بس ما مدحوه صراحه، انا سامحهم قريب.
ما امدح نفسي. يقولون مشعل صراحة ما ادري ايش السالفة ولا امدحوك وقالوا خالد مضبوط. انا توني سامع هذه بيعة يا خالد. ها؟ هذه بيعة. بيعة وانا شريت ما امدحوه، انا مضبوط. طيب تدري يا خالد ان في نهاية الفقرة بس في شيء انا ودي اقوله قبل يشغلنا حاجة المخرج الجميل محمود. انتم دقيقة يا محمود، وهذه الرسالة للجمهور والبيتين هذولي لكم على وقفتكم الجميلة وكلامكم الطيب اللي دائما تقدمونه. انتم سنام المبدعين، وانا افاخر باسمكم، تشهد علي العالمين اني احبكم كلكم. يا سلام، والله العظيم اني احبكم في الله، وادري على الجهد اللي تقدمونه خلف الكواليس، ان كان المشعل وان كان الكل انسان صاحب محتوى او نجاح حاب ان يقدمه، ولا تقصرون مع المبدعين واصحاب النجاح، ترى وقوفكم بصفهم هو النجاح في ذاته، واكثر ما يظلم في الظهور المبدعين، كونوا سنامهم وكونوا على عز ومعزه معاهم. هذه رسالتي في نهايه حلقه فقرتنا، ان شاء الله اني كنت معكم في شيء جميل يليق فيكم. المخرج يقول عندنا شيء يبي يشغله. والله اني احبكم كلكم واحبكم هالكثر. سامع شيء؟ لا. ليكون متسابقين مثل حركاتنا يسكرون. معقول؟ روح. المتسابقين القديمين عرفت؟ ليكون متسابقين. عرفت احنا كنا متسابقين. طرفت من بين الهواجس موال أثرت لشف من قبل يبدا سؤالي وتوقف الدنيا على كل الأحوال إلا أمرك يا عظيم الجلال إلا أمرك يا عظيم الجلال. وضبت لي من دلة الوقت فنجان عيب علي أشكي وأنا اللي شكالي أنا النهر كان اكتبي تسكن الجال دون النهر جالك إذا جيت جالي في حضرتي يا ولك تفك الأغلال رخص لكنك إذا جيت غالي رخص لكنك إذا جيت غالي. حسب الإرسال طيب شا سوي انصار مشغول بالي مدام شفت اليوم تكسير وهمال قطعت عن وصلة لوادم حبالي المشكلة ما هي إذا الوقت ميال المشكلة لصار صدرك شمالي المشكلة لصار صدرك شمالي. أنا صراحة صفق لك صراحة.
خلصنا كنترول ولا الحين؟ طيب اخذت معي الكاميرا هذه ولا هذه كنترول؟ طيب اول شيء شكرا لمتابعتكم الطيبه. اتمنى ان مشعل العنزي البسيط جدا قدم لكم من كل محتوى ومن كل شيء ذي قيمه وذو معنى يليق بمسامعكم ويرسخ في اذهانكم الطيبه. اسال الله انه وفقنا وياكم